ومن كاراكاس ينضم إلينا محمد الفنيش مراسل الغد. محمد، هل من معلومات تؤكد ما تحدث به وزير الخارجية الروسي بأن واشنطن تقدم أسلحة للمعارضة؟ هذا الاتهام الروسي كان قد حصل الأسبوع الماضي. اتهمت وزارة الخارجية الروسية بأن الإدارة الأمريكية تحاول تسليح المعارضة، لكن المعارضة هنا تتشبث بالخطاب السلمي وترفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلا. ما حدث اليوم كذلك أن روسيا أو مادورو، نظام مادورو، قام بنقل شركة النفط الفنزويلية، مقرها كان يوجد في لشبونة البرتغالية، تم نقله إلى العاصمة موسكو. المعارضة هنا تتهم نظام مادورو باستخراج 8 أطنان من الذهب من البنك المركزي الفنزويلي. روسيا تتشبث بنظام مادورو ولو بطريقة دبلوماسية، تحاول فيها أن تحافظ على شعرة معاوية مع الجميع، لكن قرار مجلس الأمن يوم أمس أعطى استياء هنا للمعارضة ولأنصارهم باستعمال روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي. الرئيس أو زعيم المعارضة خوان غوايدو وصل قبل لحظات إلى الباراغواي في اجتماع رسمي مع رئيس الباراغواي، وهو ما سيعطي تحالف جديد وخطة جديدة لما ستقوم به المعارضة. المعارضة هنا بدأت تحشد في أنصارها للخروج مرة أخرى، لم تحدد التوقيت. أنصار مادورو كذلك يطالبون بمحاكمة غوايدو على اعتبار أنه يمس بأمن البلاد، خطاب ترفضه المعارضة. الصحافة هنا اليوم أصبحت محمد، يعني روسيا أيضا تعهدت بمواصلة تقديم المساعدات. نعم محمد، أنت ما زلت معنا. هل هذه المساعدات تصل بشكل منتظم أم أن المساعدات التي ترسلها الدول الغربية والولايات المتحدة هي التي تصل؟ مادورو أو نظام مادورو يملك حساسية قد يراها البعض أنها مفرطة تجاه أي مساعدات، وينفي بشكل حازم أن البلد تحتاج إلى مساعدات. والحقيقة نحن هنا في الميدان أزمة اقتصادية خانقة، انقطاع مستمر للماء، انقطاع مستمر للكهرباء، انعدام للأدوية، نقص حاد في المواد الغذائية، ارتفاع مهول لأسعار المواد الغذائية أمام تدني للأجرة الوظيفية. فأجرة شرطي هنا في فنزويلا تكاد تصل إلى $5 في الشهر، ووجبة غذائية واحدة ثمنها $6. فبالتالي أمام هذا الواقع يجب أن تدخل المساعدات. هذا ما يراه الشعب الفنزويلي سواء كان أغلبية أو معارضة. البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية جددوا دعمهم لإرسال مساعدات إنسانية جديدة، لكن كذلك نظام مادورو أو حكومة مادورو لا تزال متشبثة بالرفض وتعتبر أن ذلك مس بسيادة الدولة الفنزويلية بحسب تعبيرهم. شكرا محمد الفنيش مراسل الغد، كنت معنا من كاراكاس.